أهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، نحييكم وهذه حلقة جديدة من برنامجكم بيت القصيد. في حلقتنا هذه نستضيف شاعرا برع كثيرا بالشعر العربي حتى أنه عاش ولا يزال يعيش لأجله، شاعر حصل مؤخرا على درجة الدكتوراه في الأدب العربي إيمانا منه بدوره الفعال والهادف من أجل الرقي باللغة التي نحب بلاغة ومجازا. نرحب بضيفنا معنا من الجزائر الشاعر الدكتور أحمد بوفحتة. أهلا بك أستاذ أحمد، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. مرحبا أستاذ مصطفى، مرحبا بك وبمشاهديك الأفاضل. أولا أريد أن أشكرك على هذه الاستضافة، شكرا يليق بمقامك مثقفا حقيقيا وشاعرا عامرا بالجمال وبالدهشة وإعلاميا منمازا متميزا. أسعد وأتشرف به كثيرا، وأسعد أن أضاف إلى قائمة المشاركين في هذا البرنامج الجميل. نحن نتشرف بوجودك معنا، شاعرا مميزا ودكتورا أيضا برع بخدمة الأدب العربي لا سيما الشعر. وفي البداية وقبل أن نذهب إلى القصائد العذبة التي سنسمع منك الكثير إن شاء الله في هذه الحلقة، الكثير من الشعر سنسمع منك أستاذ أحمد، ودعني أناديك شاعرنا الجميل بعيدا عن الدرجات العلمية، وإن كنت أدرك وأعلم جيدا أنك حصلت على درجة الدكتوراه مؤخرا وهي فرصة حتى نبارك لك على الهواء أمام كل من يحبونك. في البداية كلمنا قليلا عنك شاعرنا أحمد في حدود ما تحب أن نعرف، تفضل. شكرا مصطفى. فبكل بساطة وبكل اختصار، أحمد بوفحتة جزائري الجنسية، عربي الانتماء والهواء، متحيز إلى الحقيقة والجمال، فدكتور في النقد والدراسات الأدبية، أكتب الشعر قليلاً وأحبه كثيراً. من الناحية الإبداعية طبع لي ديوانان، الأول بعنوان هكذا تحدثت عيناها والثاني بعنوان غربة العائدين من المجاز، وكلاهما مقرونان بجائزتين وطنيتين هنا في الجزائر. من الجانب الأكاديمي لي محاولات أكاديمية وإبداعية داخل الجزائر وخارجها، كما أشرت أستاذي الفاضل حصلت مؤخرا على درجة الدكتوراه في النقد والدراسات الأدبية، وإن شاء الله تكون نقطة أخرى للربط بين الجانب الإبداعي والجانب الأكاديمي بصورة أكثر وأكثر وعي وأكثر خدمة لل الأدب العربي من جهة، ولما لا النقد أيضا من جهة. إن شاء الله إن شاء الله، وأنت لذلك مستحق على ذلك قادر دكتور أحمد، فأنت شاعر متميز ومؤمن كثير الإيمان بمشروعك الذي يستحق أن يستمر وتنجح به، فكل خطوة من خطاك أكيد تحفزك على المثابرة أكثر والمواصلة. عن الشعر وما يعنيه لك أستاذ أحمد، تفضل قبل أن نذهب ونسمع الشعر، حدثنا عن الشعر. وأنت أدرى بما يمثل الشعر بالنسبة للشاعر، أنا أريد أن أقول لك أنه دائما ما كنت أشعر أن الشعر موقف شخصي. يا سلام. أصدقك القول أني راهنت عليه منذ أعوام رهانا فرديا صامتا، كنت دائما أجعله مرآة تعكس شخصيتي من جهة ورؤيتي للحياة، بل أعتقد أنه تصوري أيضا لهذه الحياة. فبالنسبة لي تفرد شكلا من الجمال، شكلا من التحرر من القيود المادية الإنسانية. فمدين للشعر لأنه إلى حد الآن قدمني بصورة رائعة للناس، ربما دون قصد مني ودون اجتهاد ودون سعي، لكنه أصبح بالنسبة لي كما نضع في بطاقة الهوية، أصبح لي علامة خصوصية. ما شاء الله. فأعتقد أن
الشعر هو علامة خصوصية لكل إنسان شاعر، يعني بصراحة هذا ما لحد الآن ما أشعر به تجاه الشعر أو ما قدمه الشعر بالنسبة لي. أحسنت كثيرا دكتور أحمد، شاعرنا المتميز، بل أنت مجتهد وممن لا يزالون يسعون ويستحقون أن يكافئوا على هذه المساعي المتواصلة. لكن نريد من أحمد بوفحت شاعرنا الجزائري أن يكافئ جمهوره بقصيدة افتتاحية في هذه الحلقة قبل أن نواصل أسئلتنا. تفضل دكتور أحمد. الداعي وأغتنم هذه الأيام الجميلة لأقدم نصا من ديوان الثاني غربة العائدين من المجاز، وأرى أنه نص يتماشى مع هذه الأيام المباركة، تفضل. وهو أول نص من الديوان الثاني بعنوان موعد سماوي، وهو لحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول: عليه الصلاة والسلام. مذ كان آدم يقتفي أسماءه ويصب في نار التحسر ماءه، مذ كان يقترف الرجوع إلى التراب موزعا في صلبه أبناءه، مذ قامت الأرض الصبية ترتدي ثوب الوجود لكي تتم سماءه، يا سلام. كان اكتمال الكون سر نبوءة في قلبه، واللوح كان رداءه. لما أتى الدنيا استفاق صباحها، فأداب في ظمأ الصباح دعاءه. الله. ضرب القلوب، تفجر الحب الندي، عصاه أخلاق وغصن براءة. الله الله. في الغار كان ينسج موعدا لحبيبه، يا من أحب لقاءه، راق إليه ولا أمامه في اللامكان ولا وراء وراءه، راق ونور الله يرفعه لأعلى جنة المأوى، وبعد أضاءه. فأضاءني لما قرأت حروف رحمته، وهذا القلب صار فداءه. وأضاء من في الأرض، وزع بينهم آياته وحنانه وحياءه. أحببته لما بصرت بحبه، وقبضت من أثر الرسول ضياءه. الله الله عليك. أرقى إليه إلى المجاز، وكلما أدنو إلى يعلي المجاز سماءه. أرقى إلى بدر، إلى أحد، إلى المعراج غسل حزنه وعناءه، وإلى قلوب الحالمين، لأنه أهدى إلى الحائل اليتيمة باءه. يا سلام يا سلام، ما أجملك شكرا. دكتور أحمد، وأنت الشاعر المجيد حقا. يعني قليلون من حظوا نعمة أن تأتيهم القصيدة مطيعة، ومثل هذا النص يستحق الإشادة والتقدير كثيرا. أتحدث كمتذوق هنا لا كحكم، وإن كنت أنت الحكم الأول على قصيدتك فتستحق هذه القصيدة خير تتويج. دكتور أحمد، ما شاء الله عليك. دكتور أحمد، عن شكرا تجربة جزيلا. السعي، العفو منك، عن تجربة السعي والانتشار وأنها حق لكل شاعر، كلمنا في هذا الموضوع قليلا، تفضل. الشاعر المعاصر، لا بل الشاعر منذ بداية الشعر كان لربما أغلبهم همه الأول هو أن يصل إلى العدد الأكبر من القراء، العدد الأكبر من المستمعين.
فعلا هو حق، بل أعتقد أنه واجب على الشاعر الحقيقي أن يقدم نفسه أو أن يحاول تقديم نفسه للجمهور في هذا العالم الذي كثر فيه المتشابهون فلنقل العاديون. نعم لكن أنا لا أخفيك أستاذ مصطفى، ولا أخفي الكثير من الأصدقاء، وربما بعضهم يدرك هذا، أني بعد سنوات لربما قد تصل إلى 10 في الساحة الشعرية الوطنية وحتى العربية، أنا ما زلت بين قوسين أرى نفسي فاشلا في التسويق والإشهار لأعمالي. أنا لا أعلم هل هذا الأمر راجع لشخصيتي الانطوائية إبداعيا، خليني أقول انطوائية إبداعيا، قل لأني مقصرا ولا تقل أرى نفسي فاشلا، قل مقصرا، مثلك لا ذلك يليق أستاذ. به الفشل، وقد نجحت مؤخرا وحصلت على شهادة يغبطك شكرا، عليها كثيرون. تفضل أكمل. بارك الله فيك. إبداعيا لم أجد نفسي يعني أقدم نفسي بتلك الصورة التي يجب، نعم فكنت دائما أعاني شك من أشكال الكسل في أقول المحاربة في هذا المتن الإبداعي، وربما المنافسة إعلاميا، وربما المنافسة ترويجيا وإشهاريا. يعني تقديمي للجمهور كان بصورة عادية. أنا لحد الآن لم أجد، ربما المشكلة في الشاعر بشخصه، ليس ربما للوسط الإبداعي شاعرنا أحمد، حتى. شاعرنا نعم أحمد، تفضل. قد يقول قائل من الجزائر أو مهتم بالشأن الثقافي أو شاعر ما مثلا طموح، يحاول أن يصل، يحاول أن يحقق ذاته، يحاول أن يقتنص جائزة ما، قد يقول مثلا أحمد بوفحته حاصل على جائزتين وطنيتين كبيرتين عريقتين، وشارك مؤخرا في برنامج كبير اسمه أمير الشعراء، ويصف نفسه أنه غير منتشر وأنه مقصر وأنه لم يصل. ماذا نقول نحن؟ ماذا ترد على أمثال ذلك الشخص المسكين والذي والله يستحق أن يتساءل حقا؟ والله هذا سؤال أستاذ مصطفى جيد. فإذا ربطنا مثلا الرواج بالجوائز، فأنا أعتقد نفسي يعني رائج بشكل كبير، لربما متوج بالعديد من الجوائز في الجزائر، لربما أكثر من 12 جائزة أو 13 جائزة. لكن بالنسبة لي شخصيا، ما زلت أطمح لأن أصل إلى رواج حقيقي، بغض النظر عن الجائزة، بغض النظر عن الدواوين. وأنت تعرف أستاذ مصطفى، الرواج هو أن يقرأك الناس يعني، وأن يبحث عن جديدك يعني أحسنت. بصورة ملحة. إذا أنت هنا رأيت تتحدث عن أحمد، تتحدث هنا عن أحمد بوفحتة، لا تتحدث عن فكرة فعلا تسقطها على عموم الناس وتقول إنها معيار. أنت تضع فعلا لنفسك فعلا معيارك الخاص والقاسي عليك، تقسو على نفسك فعلا كثيرا أنت أستاذ. يا أحمد، لماذا تقسو على نفسك؟ فلعل كما قال جدنا المتنبي، إذا غمرت في شرف المروم فلا تقنع بما دون فعلا النجوم. بما دون. فكما أشرت إليك، لحد الآن ما زلت مقتنع بيني وبين نفسي نعم أني لم أستثمر بعد قيمتي الشعرية في الترويج لنفسي، لربما مقارنة ببعض الأسماء نعم التي نالت انتشارا أكثر من قيمتها. وهذا يعكس فكرة الطموح أحمد العزيز. لماذا؟ لأنك شاعر لا يقبل أو لا يرضى بما وصل إليه، ودائما يرى أنه قادر على أن يبذل المزيد حتى يحصل على ما هو أفضل مما حصل عليه. أحمد، عن مشاركتك مؤخرا في أمير الشعراء وما أضافته لك هذه التجربة، خصوصا يعني أنك كنت من نجوم الموسم العاشر في أمير الشعراء الذي أقيم مؤخرا في أبو ظبي، حدثنا باختصار عما أضافته إليك هذه التجربة. فعلا أمير الشعراء، خلينا نقول أنها تفضل. تجربة متفردة عن كل التجارب نعم لكل شاعر.
لربما يتفق معي أغلب الشعراء العرب الشباب المعاصرين أن برنامج أمير الشعراء هو الهدف الأسمى لأي شاعر. يا سلام. أنا شخصيا لا أخفيك أني حلمت بالوصول إلى مرحلته النهائية منذ مواسم طويلة، وشاركت لربما 4 مواسم أخيرة، والحمد لله جاء الموسم العاشر لأكون ضمن قائمة 20 نعم. رفقة شعراء تشرفت بهم جدا وأحببتهم وتعرفت عليهم من قرب من بعد ما كانوا نعم. في فائقتي. فتلك التجربة وفي ذلك الجو الحالم عشنا شكل مغاير للشاعر. نعم. شعرنا ما هي مكانة الشاعر الحقيقية بغض النظر عن الصعوبات التي كان يعانيها كل واحد في بلده أو في منطقته. فشعرنا أن الشاعر الحقيقي له مكانة عالية في الثقافة العربية لما يكون في المقام المناسب. فالبرنامج بكل بساطة قدمنا إعلاميا وجماهيريا بصورة تليق بالشاعر الحقيقي، فجمع لنا محبين كثر في وقت قصير. مثلا بالنسبة لي لم يكتب لي التقدم كثيرا في المسابقة، لكني دخلتها بقلب محب، يعني راض بما كان وراض أحسنت بما أحسنت يا سيكون. أحمد. فاستمتعت بشدة، قدمت النص أو قدمت القصيدة التي رأيت أنها تمثل شخصيتي، تمثل تصوري للقصيدة، تصوري نعم. للشاعر كيف يكون، تصوري للوطن. فالحمد لله خرجت من البرنامج بكل رضا يا أستاذ مصطفى. أحسنت أحسنت أستاذ أحمد، وأكيد أنت مع القول القائل بأن مثل هذه المشاريع أو هذه البرامج أو هذه المسابقات على كثرتها وعلى اختلافها ما هي إلا خطوة على طريق الوصول التي يتطلع إليها كل شاعر طموح مثل أحمد بوفحتة. نريد قصيدة جديدة، تفضل أحمد. فلتكن مما أحاول فيها أن أفكر بشكل ما، تفضل. أن أتصور شكلا معينا للشاعر كيف يتماهى مع الحياة. فكان منتمن إلى الفكرة العذراء، دنا فتجلى ثم شك فأبصر، كما أبصر المعنى المجاز وفسر. تجلى وكان الشك مفتاح عمره، يحاول أبواب اليقين ليعبر. يا سلام. ولم يكن شيخا طاعنا في انتمائه إلى الفكرة العذراء، بل كان أكبر. يا سلام يا سلام. فكان سماويا الرؤى متفردا، ومعجزة ألا يكون مكررا. أعد أعد هذا البيت، كرره رجاء أستاذ أحمد، تفضل. لم يكن شيخا طاعنا في انتمائه إلى الفكرة العذراء، بل كان أكبر. يا سلام. فكان سماوي الرؤى متفردا، ومعجزة أن لا يكون مكررا. الله عليك. ويكفيه أن يشتق ظلا لنفسه من الدهشة الأولى إذا شك أمطر. يصلي كما صلى الخليل، وبينه وبين إله في اليقين تدبرا، يا سلام. ولا يرتدي الحداثة شعره، ولكنه من كل رب تحررا. ولا يرتدي ثوب الحداثة شعره ولا يرتدي ثوب الحداثة شعره ولكنه من كل رب تحرر، ليخلق من طين
مجاز جنانه ويملأها حبا وحورا وأنهرا. يا سلام، سيهجره الأحباب كل وعذره، ويبقى وحيدا لا حبيب ليعذر، وحيدا ويرقى في سماوات روحه ليبلغ معنى الله إن مات. وحيدا وحيدا كبيرا لن يموت، لأنه دنا فتجلى ثم شكى فأبصر. أعد علينا شكرا أستاذ وحيدا مصطفى. متفضلا وحيدا من جديد. وحيدا ويرقى في سماوات روحه ليبلغ معنى الله إما تبصر. يا سلام، وحيدا كبيرا لن يموت، لأنه دنا فتجلى ثم شك فأبصر. دنا شكرا فتجلى ثم أستاذ. شك فأبصر. يا سلام، ما أجملك. مبدع دائما شاعرنا الجميل أحمد بوفحتة من الجزائر. متواصلون أكيد، لكن لابد من استراحة قصيرة. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن وإياكم إلى فاصل قصير، بعده نواصل ما تبقى من حلقتنا، فابقوا معنا. نرحب بضيفنا من الجزائر الشاعر الدكتور أحمد بوفحتة، وكذلك نرحب بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم. مجددا دكتور أحمد، عن العمل الأكاديمي وأثره في إثراء تجربتك الشعرية، السؤال بصيغة مختلفة، هل من قواسم مشتركة استطعت أن تحيط بها وأن تلتقطها من خلال اشتغالك بالسلك الأكاديمي وكذلك إبداعك الشعري؟ هل هناك قواسم مشتركة بين الأمرين على اختلافهما وإن كان بينهما بعض التلاقي؟ أستاذ مصطفى، القواسم لا تعد ولا تحصى. يا سلام. بداية، العمل الأكاديمي داخل الجامعة وخارجها فتح لي آفاق واسعة جداً، آفاق معرفية، آفاق إنسانية، آفاق إبداعية. لا أخفيك أستاذ مصطفى أني ممتن للفرصة التي أتيحت لي بالتدريس في الجامعة في سن 25، وهذا شيء مخيف جدا أن تدرس في الجامعة في سن 25. من هناك كانت الثقة الإنسانية داخلي تكبر شيئا فشيئا. نعم. القاسم الأهم هو الانخراط في مجال النقد بصورة أكثر وعي، أن تمتلك الأدوات وأن تطبقها على نص يا سلام. إبداعي، سواء قراءة أو كتابة. ذلك أظن ما جعلني أكتب بشكل واع أكثر، أقرأ بمحبة وبوعي، أن أمارس القراءة الحقيقية وأنا أكتب. يا فهناك سلام. من أصحاب نظريات القراءة والتلقي من يصنعون قارئا ضمنيا لأي كاتب. القارئ الضمني نعم. هو القارئ المشتهى الذي يفهم ما تكتب. لكن يا أنا أحمد، دائما ما هناك كثيرون يقولون، سأترك لك الفرصة حتى تكمل، أعتذر عن المقاطعة، ولكن حتى تبني على هذه النقطة، هناك كثيرون يرون أن العمل الأكاديمي يقيد الشاعر الذي يبحث عن الحرية. تفضل أكمل. أنا أستاذ مصطفى، أنا ضد هذه الفكرة تماما. جميل. أنا من الأدب الذي يحاول أن يطوع بصورة تجعل من النص الإبداعي أجمل، أن تحاول أن تكتب بوعي نقدي وأن تقرأ بذوق إبداعي. يا سلام. فذلك ما أحاول الاشتغال عليه. لا أريد أن أتي بالنظريات النقدية أو بالمناهج ثم أضعها قالبا أمامي وأكتب عليه كشاعر، أو أضع المنهج النقدي أمامي
وأحاول أن ألوي أعناق النصوص لتتواكب مثلا مع آليات ومستويات منهج معين. لا، هذا ما يجعل الكتابة الإبداعية باردة جدا ولا روح فيها على ما أحسنت. أعتقد. لكن أن يكون لك وعي، أن يتشكل عندك وعي نقدي، فأنت تصنع لنفسك مستويات معينة للكتابة ما شاء دون أن الله، تتقيد تقيدا أعمى بالنظرية. صدقت. بالتالي أنا ممتن جدا لهذه التوليفة التي وهبني إياها الله، أن أطير بجناحين، جناح أكاديمي من جهة وجناح إبداعي من جهة، أحاول أن أصنع منهما توليفة تفيد الكتابة الإبداعية من جهة، وتفيد طريقتي في القراءة الأكاديمية وفي تحليل النصوص وفي بحوث النقدية من جهة أخرى. ما شاء فأنا الله، أظن أن القواسم أستاذ مصطفى كما أشرت هي قواسم لا تعد ولا تحصى، بل هما مكملان لبعض ولا يؤثران ذلك التأثير السلبي إلا لربما بعض الكتاب الذين ينغمسون في جهة دون جهة ما. أحسنت، أحسنت كثيرا. نحن أمام أحمد الشاعر وكذلك أمام أحمد المحاضر، ربما هذه التوليفة وهذان الجناحان كما وصفت يعني يقودانني إلى سؤال عن مطامح كل شاعر، وحبذا أن تحدثنا عن مطمح لأحمد بوفحت. هل أفهم من إجابتك السابقة أن من مطامحك الاشتغال بالنقد؟ تفضل شاعرنا. طبعا الجانب الأكاديمي هو المفروض علي الآن، نعم، أما الجانب الشعري فهو طرف جمالي وإبداعي، فأنا لا أريد أن أكسر الطريق بين الاثنين، أريد نعم، أن يكون كل جانب مكمل للآخر. ولحد الآن منذ سنوات، ربما منذ 5 سنوات، دائما في الجانب الأكاديمي لا أكتب إلا عن شيء أحبه أو أرى فيه نفسي، أو شاعر أراه يمثل تصوري للقصيدة. فأنا دائما أتخيل لنفسي في الجانب الأكاديمي ما أحب الكتابة عنه، لا ما يفرض عليه. يا سلام، لذلك أنا أطمح دائما أن أواصل بهذه الصورة التي بالعمل الأكاديمي، بالبحث، بالقراءات الجادة للنصوص الحقيقية. أما بالنسبة لمطامحي من الجانب الإبداعي، أربطه بسؤالك السابق، هل أنت راض عن انتشار وعن كذا؟ أنا أستاذ مصطفى تفضل. دائما أعود إلى الشرف، المغامرة في الشرف المرموم وكذا. أنا أتصور نفسي ما زلت بعيد بشكل كبير عما أريد الوصول إليه في صورتي الإبداعية. أمامي درجات إبداعية عالية أريد أن أرتقيها، بما أنه وهبنا هذه الهبة الإبداعية يا سلام، وهذا الفن الإنساني الراسخ فيه. أحسنت، دائما أحسنت أحاول كثيرا. أن مكانة تليق بتصوري، لأنه لحد الآن ولو بعد هذه الجوائز أو بعد نعم، هذا الظهور من سنوات، لحد الآن نحن في المرحلة العادية أستاذ مصطفى، ما المرحلة شاء الله، الجميلة أنت العادية. رجل طموح يا أحمد. فلما لا أستاذ مصطفى نرتقي أكثر، أن نصير لما لا نرتقي كتابا أكثر؟ يشار إليه بالمنافع. لما لا نرتقي أكثر؟ أحسنت، أنت مثابر طموح يحاول ولا يتوقف عن المحاولة ولا المثابرة، وكذلك نريد منك ألا تتوقف عن الشعر. قصيدة جديدة نطمع إليها ونطمح، تفضل دكتور أحمد. نقرأ مثلا للوطن اقرأ ما تحب، الذي تفضل. نحبه كثيرا، وعلاقتنا به علاقة شعورية لا علاقة ترابية، أحسنت، علاقة وجودية، نحبه نلومه ونعتب عليه،
تفضل. جرح على جرح وجرحك أعمق، يا أيها الوطن الذي لا يعشق، يا سلام. يا أيها الوطن الذي لا تنتهي أحزانه والدمع فيك يوتق، وطني لماذا كلما حاصرتنا ننمو ورودا في الحصار ونعبق، الله الله. وطني لماذا كلما أحرقتنا تأتي علينا الأمنيات فنورق، يا سلام. وطني لماذا نشتهيك حمامة بيضاء الله عليك يا أحمد. في كل القلوب حلق، وطني لماذا تشتهينا دمعة للحزن من عين الحنين تدفق، الله عليك. وطني ينسدل الظلام بحلمنا نأسى وإن غربت شموسك نشرق، وطني نحبك حضن أم دافئا كحنانها يا سلام. وعلى اليتامى تشفق، نحن الذين تغربت أرواحنا في ذكرياتك والقلوب تمزق، نحن اليتامى المترفون بحزننا فرحوا وإن قرئت جراحك صفقوا، نحن اليتامى المتعبون الله عليك يا أحمد. لأننا نهواك أنت ويشتهينا زورق، البحر أسخن ما يكون إيه. ونحن أكوام من البشر الرخيص ستحرق، أو ربما ننجو فروما جنة، أو ربما في برشلونة نرزق، أو ربما في الشونسليزي ننتشي طربا وفي ساحات، لكننا أو ربما من جديد، أو ربما. أو ربما ننجو فروما جنة، أو ربما في برشلونة نرزق، أو ربما في الشونسليزي ننتشي طربا وفي ساحات إيفل نعشق، يا سلام. لكننا أبناء هذا الشوق يا وطني، الله عليك. لحبنك ذلك نتشوق، ستظل فينا نصف قلب نصف روح يا سلام. مستحيل في الأسى نفرق. شكرا الله أستاذ الله، ما محمد. أجملك ما أجملك يا أحمد. يعني غير بعيد عن الوطن، عن بيوت الشعر المنتشرة في الجزائر الحديث الآن يا أحمد، كيف ترى الحراك الثقافي في بلادكم؟ تفضل. بيوت الشعر منذ أعتقد منذ 5 6 7 سنوات أخذت في الانتشار يا سلام. كجمعية وطنية ثقافية إلا يعني جاءت تقريبا بالموازاة مع اتحاد الكتاب الجزائريين. نعم. نحن استبشرنا خيرا بها كإضافة ثقافية وتعنى بالشعر فقط بالجزائر، فكان لنا تقريبا في التقسيم الإداري الجزائري السابق 48 ولاية، نعم. كان الهدف الرئيسي لهذا بيت الشعر الجزائري أن يكون في كل ولاية جزائرية بيت للشعر، ما شاء الله. وهذا شيء جميل، يعني جمعية شعرية مستقلة غير حكومية يا غير سلام. رسمية وكذا. من وجهة نظري أنه لحد الآن بيت الشعر قدم الكثير ما للشعر شاء الله ما شاء الجزائري الله. للشباب الجزائري، جميل. فتح فروع وبيوت متعددة في كل أعتقد أكثر من نصف الولايات الجزائرية ما شاء الله. فتح فيها بيوت،
يحاول يعني قام عليها شعراء محترمون برئاسة الأستاذ سليمان جوادي والأستاذ دكتور عاشور فني، يعني أسماء لها وزن محترم في الشعرية الجزائرية منذ القديم، وهي من الأسماء التي ما شاء كنت الله. أحرص على تدريسها في مقياس الشعر الجزائري الحديث، يعني أسماء محترمة وذات تجربة، ف يعني استبشرنا وقدمت نتائج جميلة هذه البيوت، كل شيء جميل التوفيق. جدا، وعلى بنا أنه بيت الشعر الجزائري اقتحم المجال الأكاديمي نعم. مع مؤسسات جامعية، حرص على التنسيق مع بعض المؤسسات الجامعية لتقديم ملتقيات ومؤتمرات وطنية جميل. محترمة، وأمامنا أيضا مؤتمر محترم بالتنسيق مع بيت الشعر. فنحن نرجو. دائما نقول للمبادرات الجميلة والحقيقية أنها مشكورة دائما، ولو أكيد. أننا نرجو لكننا أكيد نثني عليها كل دائما. التوفيق لهذه المبادرات العالية وللجزائر بلدا وثقافة. كل التألق والارتقاء. متواصلون أحمد بوفحتة، الشعر الجزائري الجميل، لكن لابد من استراحة جديدة. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن وإياكم إلى فاصل ومن ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى الفقرة الأخيرة ضمن هذه الحلقة من بيت القصيد. من جديد إليك شاعرنا أحمد بوفحتة من الجزائر، ومباشرة نريد الذهاب إلى قصيدة، تفضل. شكرا سيد مصطفى، أنا أيضا أريد أن كما لكم أنتم فواصل شعرية، أنا أريد أيضا أن أقرأ لكم فواصل شعرية هكذا حتى يتم التناغم تفضل بيني ونحن وبينك. جاهزون، أعطنا من فواصلك الشعرية، وأكيد ستضفي ألقا لا شبيه له في هذه الحلقة، تفضل يا أحمد. مصطفى، رصاصة أولى، جسد يسافر في جسد، وأنا وأنت مدينتان من الحنين وقريتان من الأسى، صرنا بلد جسد جسد. إلا الذين وبحر من دماء أبي سران قد بعثا في العاشقين نبي، يا سلام. في الغائب ووحي الشعر أحرقني كأنما حرفه الصوفي من لهبي، يا سلام يا سلام. خرجت بالناس لم يؤمن بنا أحد، والشعر من قبل ميلادي تنبأ بي. والشعر من قبل ميلادي تنبأ بي، ما أجملك يا أحمد، نبوءة عالية، جميل جدا، تفضل أكمل زدنا. أزدت أبصر ما لم يبصر الشعراء، إيه لأن قلبي كما الأوزان قد كسر، الله، لأني أعد من روح فاتنة من جديد يا أحمد، تفضل فضلا لا أمرا. أبصر بصراحة أستاذ مصطفى، القراءة لمتذوق مثلك يعني لا يشبع منها، يعني نحن في حاجة لمتذوق وقارئ مثل مصطفى مطر الله يحفظك لنستمتع عزيز، بقراءة والله أنا الشعر. سعيد جدا بهذه الأبيات، وأكيد يقاسمني الرأي ذاته الكثير من السادة المشاهدين الكرام. من جديد تفضل إلى كسر الشعراء، جبر الله كسرك. ما زلت أبصر ما لم يبصر الشعراء، لأن قلبي كما الأوزان قد قد كسر. كسر، لأن بي رعشة من روح فاتنة مرت على دفتر الأشعار فاعتذر. الله عليك. إني
رأيت بديع الله في امرأة، إن كنت تعشقه كن عاشقا لترى. الله الله، صرنا نبيع الأسى للشعر دون أسى، من قبل كنا نبيع الشعر للأمراء. الله، شكرا أستاذ مسلم. من قبل كنا نبيع الشعر للأمراء. مبدع نبيع كثيرا يا الشعر للأمراء. أحمد. هذه القفلة في هذه يعني الطقطوقة الشعرية، أو في هذا الفاصل الشعري كما سميته أنت، يعني ربما يعني تحرك في رغبة لسؤال قد يكون غريبا إلى حد ما. حدثنا قليلا عن نعم. دور كل مثقف يا أحمد في إثراء القيم وتعزيزها إنسانيا، حتى نكون أكثر قربا من الناس، ملاصقين لجراحاتهم، همومهم، أحزانهم، نحاول أن يعني نضعهم أمام الطريق التي ينبغي أن يكونوا فيها. تفضل أحمد. والله المثقف عليه على كاهله ثقل كبير، خاصة أستاذ مصطفى في المرحلة المعاصرة التي نعم، لها خصوصياتها الجديدة والمختلفة تماما عن كل ما تعلمناه في التراث وكل ما تعلمناه في التاريخ. يعني المرحلة المعاصرة كما أشرت المطالب بإثراء القيم على نعم الإنسانية، أكيد. فالمثقف الحقيقي أي أن يتعامل مع الثيمة الإنسانية خاصة بصورة واعية. هذه الثيمة التي أخذت في الانتشار بصورة رهيبة لعله في السنوات الأخيرة فقط. فالمثقف أن يتعامل، والكاتب عليه أن يكتب بوعي إنساني بمختلف الثيمات، مختلف الثيمات الإنسانية والتواصل والتفاعل أكيد والمحبة والتسامح مع الآخر، نبذل التطرف وما إلى ذلك. فالكتابة ليس الانخراط في الفكرة العامة للإنسانية نعم دون تبيان، لكن الكتابة أو التفاعل مع الأقل أو مع المتلقين لهذا المثقف بشكل نابع من الذات، نابع من الثقافة نعم الإنسانية الإسلامية العربية الأصيلة أحسنت. الصافية، يتطلع إلى تشكيل عالم مليء بالبياض، لكن أستاذ مصطفى بيني وبينك دون تنازلات، دون الله تنازلات عليك، الله الله، ما في أجملك يا أحمد. دون حضارية، تنازلات، نعم. دون تنازلات. قد أشار ربما الكثير وأنت تعلم وأنا أعلم أنه نحن كشعراء تأثرنا كثيرا بابن عربي، لقد صار قلبي قابلا كل صورة وما إلى ذلك. فالإنسانية أو الثيمة الإنسانية علينا أن نتعامل معها دائما بوعي، والمثقف عليه أن يشكلها بصورة تليق بخصوصيتنا أحسنت. وتتناسب أيضا تتناسب مع العالم المعاصر نعم، الذي وجب علينا الآن أن نتفاعل معه تفاعلا دائما. لذلك بين قوسين أستاذ مصطفى، بصورة تليق بالآخر تفضل. لكن دون أن نتنازل عن خصوصيتنا. أحسنت كثيرا، والوقت مر سريعا رفقتك دكتور أحمد. وصلنا أو أوشكنا أن نصل إلى الختام، لذلك الطمع كل الطمع بقصيدة تكون يعني مسك ختام هذه الحلقة. اقرأ علينا قصيدة ترى أنها مناسبة لتختم بها هذه الكوكبة الرائعة من الأشعار والقصائد التي ألقيتها علينا بأسلوبك العذب وطريقتك المتفردة. تفضل دكتور أحمد، نحن نستمع إليك. أستاذ مصطفى أشرت إليك، أنا مستمتع جدا بهذا اللقاء ومتشرف جدا بك ممسكا بأطراف جمالية كثيرة ونحن إعلامية كذلك، والله وشعبية. نحن كذلك سعداء بتشريفك، سعداء بإجاباتك، سعداء بقراءتك، سعداء بإطلالتك. وأكيد كثير من السادة المشاهدين يشاركني الرأي ذاته والصورة ذاتها.
إلى القصيدة، تفضل شاعرنا أحمد بوفحتة. العاشق الذي في الكهف. يا سلام، عنوان محرض وجميل. اشتد سرك في الفؤاد لأفضحه، أحتاج بعض النور حتى أشرحه. يشتد حتى يستحيل مواقدا بيضاء، يلبسني خيالك أجنحة لأطير نحوي. ربما قبس سيطفئني إذا لم أحترق لأسبحه. الله، في الكهف يرتعش الظلام كأن تجلى رقصة خجلا وكلي أوشح. يا سلام، في الكهف تمتزج الخطايا داخلي، والذنب أخشى توبتي أن تجرحه. ها جئت أسكب ما سيبقى من دموع الأولياء على خدود الأضرحة. الله عليك يا أحمد. ها جئت أرتكب الظنون، فنظرة للنور قد تبقي الرؤى متفتحة. ها جئت مجددا، وربما أعد البيت الأخير، تفضل. ها جئت أسكب ما سيبقى من دموع الأولياء على خدود الأضرحة. ها جئت أرتكب الظنون، فنظرة للنور قد تبقي الرؤى متفتحة. يا سلام، وربما تتوطن القلق الذي يجتاحني، والمشتهى ما زحزحه. يا سلام، أستل شكا من طفولة فكرة عذراء ابتسم الضياء فرجحه. وحدي وأسئلة تماهت، الله عليك. من سيفتح لي سماء في اليقين لتفتحه؟ أو كلما هدهدت حلما في دمي يأتي أبي عند الصباح فيذبحه. يا الله يا الله. يا سلام. أو كلما ارتكب الوجود خطيئة أخرى يجيء جحيمه ليصححه. وحدي وصومعة البداية تشتهيني، هل تغطي السر كي لا أفضحه؟ الشعر معتقد سيبقى داخلي سرا ليمنحني الحياة وأمنحه. شكرا. دائما سيمنحك الشعر الحياة وتمنحه إكسير الخلود. أحمد الجميل، شاعرنا الجزائري المتميز والدكتور الصاعد بقوة في عالم التدريس والسلك الأكاديمي وكذلك في مجال النقد بإذن الله، وكذلك أنت على الشعر خير ضمين. الشاعر أحمد، وصلنا إلى الختام، في الختام ماذا تحب أن تقول؟ أريد أن أقول لك أولا أستاذ مصطفى، نحن نحبك كثيرا لأنك محافظ على هذا الجمال، على هذا الفن بهذه الصورة ومتفاعل معها. نحن بحاجة ماسة لهذا النمط من الإعلاميين والمثقفين. شكرا لك يا أحمد. أيضا أقول لقناة الرافدين شكرا على هذه الاستضافة، ممتن جدا. هذا واجبنا. أيضا للجمهور الذي يتابعنا، كونوا محبين للشعر للجمال، وهم هكذا دائما. شكرا لك أحمد العزيز، شكرا جزيلا مرة، وأيامك طيبة كذلك. شكرا لك مشاهدينا الكرام، بهذا الجمال الكبير نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من بيت القصيد. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر
نشكر شاعر هذه الحلقة، كان معنا من الجزائر الدكتور الشاعر الجميل حقا أحمد بوفحتة، شكرا جزيلا، وفي الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم إن شاء الله. دائما كونوا في أمان الله.